الحقونا الحقونا الحقونا. الحقونا يا استاذه شيماء، يا هدهد، يا استاذ اكرم، يا استاذه كماليا، يا منصف، حد يلحقنا يا اخوانا. في ايه يا صبري؟ ايه؟ ايه يا صبري ايه؟ خرجتني من الحمام. نصيبة. طب فرحني معاك. ايه يا مصيبة وبتضحك؟ انت متخلف. مش هينفع اتكلم غير لما كله هنا يجمع. حاضر يا استاذة شيماء، يا استاذ هدهد، يا استاذ اكرم، يا استاذة كماليا، ما حد يرد عليا يا اخوانا. يا استاذة شيماء انت فاهم؟ اهدى اهدى بس خالص، هترد عليك. اهدى بس. ايه يا شيماء؟ رد عليها يا شيماء. اهدى بس. يا ميزو ميزو دورك. انتي بتاكلي شاورما وانتي صاحيه؟ هي دي بنت عمي اللي اموره بتصحى كده؟ الواحد لما يرتبط لازم يشوفها وهي صاحيه من النوم. شويه جامك ووافير، بص المنظر. اعوذ بالله. ايه ده؟ دي بتظبط المساعدين. الحق قول لنا المصيبه، في مصيبه بتضحك. مصيبه. في ايه؟ عم رمضان ابوكي. ابويا ماله؟ سواق تاكسي بره حط فوق السقف ونازل هاتك يا ضرب فيه. يا لهوي. اه والله. ابويا ابويا اللي بيحصل له كل ده. ايوه بره في الشارع. يا نهار اسود، اما اروح الحقه بسرعه. يا لهوي. ايه ده؟ ده عشان بره في الشارع قلعت الطرحه وبتحمر خدودها. طب يا رب تستوي. هو اي حاجه تيجي ببالنا بنقولها كده؟ لا خلاك، الجمهور ده بيقلب بسرعه. ها يعني احسبها كده، قول بيحمر خدودها. تصدق حلوه؟ لا الله بس انت عشان فاجئتني بيها. هي بتحمر خدودها وقلعت الطرحه عشان راح الشارع، انما جوه هنا ملتزم. اصل احنا عيله محافظه جوه اللوكاندا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. قول لي بقى، انت ليه ما حشتش انت وساعتها؟ خاف. ليه؟ اخاف من الناس، من شري. من شرك انت؟ ايوه. انت؟ انا عندي قوه خارقه. انت عندك قوه خارقه؟ ايوه، زي عيله فرعون. اللي بيتنوا العمله بعينيهم. اللي بيتنوا العمله بعينيهم، يحطوا المؤاخذه للمسامير في رجليهم، ويشدوا العربيات بشعرهم، ويتنوا البتاع ده بايديهم، ويشربوا ينسون سخن على الريق، ويعملوا ايه؟ ايه ويشربوا ينسون سخن على الريق؟ دي موهبه خارقه عند رضيع دي. ايه الخرقنه في ان يشرب ينسون سخن؟ ايوه صح، عندك حق. اي ما تقولش كلام في النص كده. انا زيهم كده. انت عندك قوه خارقه؟ ايوه. يعني انت تعرف تتني العمله بعينيك؟ معاك عمله اتنيها لك؟ للاسف لا، فلت يا ابن الايه؟ مع محظوظ. انت معاك؟ ايوه. الله، والنبي نفسي اشوف الحاجات دي. اتني لي عمله. ايه ده؟ دي ورق. دي ورق ومش عارف تتنيها. ايه يا استاذ منصف؟ ورق ومش عارف تتنيها كمان. اصل انا القوه الحقيقيه بتاعتي في ايديا دول. مالها ايدك؟ بتطلع نار؟ لا. امال ايه؟ لو كنت مسكت سواق التاكسي من القميص كده بتاعه كنت كرمشت له قميصه. يا ولا يا مرعب. لو مسكت له قميصه تكرمشه؟ كرمشه. ده اي مكواجي هيبطل لك القوه دي. النهارده ايه في ايام ربنا؟ النهارده الاثنين. اجازه المكواجيه. يا مقفل انت القوه يا. امال ايه؟ جامد. يلا بقى انت روح حوشه وبطل الجبن اللي فيك ده. انا اروح احوش عمي؟ ايوه ده راجل كبير، روح حوشه. عمي راجل كبير؟ يا عم الراجل اللي بيتخانق معاه راجل كبير. بيتخانق مع راجل كبير؟ روح بقى. ده انا هحوشه وادغدغ له الراجل. جاي لك يا عمي. ايه ده؟ ده في ثلاثه واقفين فوق بعض بيضربوا عمي. ايوه ما هو راجل كبير. انت قصدك راجل طويل ضخم يعني؟ ضخم. طب لا هروح. بطل جبن بقى. ايوه يا عمي هسيب عمي. ايوه روح يلا حوشه. ايوه طب هصلي العصر واجي حوشه. الساعه 10. الساعه 10 بالليل. ايوه الساعه. هتصلي؟ طب جبان يلا، جبان يلا. هتروح شوف الناس بقى بتوع المناطق الشعبيه لما يتهوروا يلا. ايوه روح يلا. ايوه هو صبري. انا مالي؟ انا اتضرب ليه؟ ايه شفت المنظر؟ الحزام ده عايز خرم كمان. بص الواحد كرشه والحزام ده. هو انا ترزي؟ ايه اللي عايز خرم؟ انت بتتلكك عشان ما تلحقش يا عمي. اه صح. تعال نروح انا وانت عشان نشجع بعض. ماشي. ايه على ايدك وقلبي على قلبك. يلا بينا. يلا هات يا منصف. يلا بس بسرعه. بسرعه طبعا. يلا. ما تجري يا جبان. ايه يا عم ده انا سابقك. يا جدع اجري شويه. على الاقل انا بعمل حركه، انت واقف مكانك عادي. انا ماليش دعوه بالموضوع ده. والنبي انا هطلع استخبى بره يا عم ومنك لعمامك، ماليش دعوه. طب عمي عارف ان انت هتيجي تقول لي؟ لا خالص. بس انا ما اعرفش حاجه. سلام عليك وانا في الخبيني. سلام في الخبيني. ماشي يا صبري ماشي.
خير يا عمي؟ انا كنت لسه جاي الحقك على طول. انتوا سبتوني اروح الحق لوحدي. اما انت كنت بتحمري خدودك يعني. خلاص الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. ايه اللي حصل؟ وقت قليل الادب. معلش. ايه اللي حصل يعني يا بابا؟ وقت قليل الادب. ايوه مصدقينك. ايه اللي حصل بقى؟ وقت قليل الادب. ايوه واد متنيل على عين اهله. ايه بقى سبب المشكله يعني؟ واد قليل الادب. وانت هتقولها لي بكل الاداءات اللي في الدنيا؟ ايوه الواد قليل الادب. ايه اللي حصل؟ مفيش. ايوه ما يعني انا اصلي كنت عايز يعني ايه، افتكرت ايام ابويا الله يرحمه. جدي الله يرحمه. كان بياخدنا ويلففنا في التاكسي كده. ها الله. وانا قلت بقى نفسي اركب تاكسي زي زمان. انت عم رمضان تركب تاكسي؟ ماشي. واركب جنب سواق التاكسي كده وبعدين اقول له على جنب يا اسطى. ده احلى فيلم ليك ده. والله. ايوه يا عم انت قلت له على جنب يا اسطى. هو ده سبب الخناقه؟ لا امال ايه. انا اساسا وصلني خدني في مشوار كده وجابني لغايه هنا. ومفيش حاجه. طب ايه اللي طلعك فوق السقف يا بابا؟ ما انا طلعت فوق السقف وانا بتخانق معاه بقى. ماشي. خانقت معاه. ايوه. رحت طالع له فوق التاكسي بتاعه. حلو ده. قلت له لو راجل اطلع لي. وهو قال لك ايه؟ قال لي لو راجل انزل لي. وانت قلت له ايه؟ قلت له لو راجل اطلع لي. وبعدين؟ قال لي لو راجل انزل لي. لا الاستعراض ده خلص على ايه؟ ودليل هذا يا حبيبي. معلش يا عمي معلش. ايوه برضه ما حكتلناش ايه السبب ان انت طلعت له فوق التاكسي. ما هو انا بعد ما وصلني نزلت بحاسبه وبديله 50 قرش. ايه ايه يا بابا؟ ايه 50 قرش يا بابا؟ 50 قرش يعني كده كبرت؟ ما هي 50 قرش برضه. ايوه 50 قرشا يا بابا. 50 قرشا دي كانت زمان، دلوقتي بقت 50 جنيه. خلاصي انا بنتي تقول لي 50 جنيه؟ انا اسفه. متربيتيش يا بنت ولا ايه؟ اوعي تكوني متفرجه على البرامج ال ها؟ ابدا. خلاص يا عمي يا عمي. هي ما تقصدش بتقولي لابوكي. ايه اللي حصل؟ انا قلت ايه يعني؟ معلش اطلعي انت وانا احاول الم الفضيحه دي. معلش يا عمي لازم نلحق نلم الفضيحه قبل ما ال 50 جنيه تبان عليها. مش انت اللي حسستنا انها مصيبه. مشيت اهي مشيت. ايه احكي لي بقى بجد. ما هو ده بجد. انت اديت الراجل 50 قرش بجد؟ ما فيش. ده مشوار جابني من الهرم على وداني على الدق كده على المهندسين وجابني على وسط البلد بديله 50 قرش. بتدي له 50 قرش؟ هي المشكله مش في ده. امال ايه؟ انا بقول له هات الباقي. باقي؟ انت جبار. انت عندك جبروت ابو الهول في شموخه. بتدي له 50 قرش وبتقول له هات الباقي؟ يا مالك. اداك الباقي؟ اهو ده الباقي كله. هو ده الباقي اللي على راسك؟ والله الراجل عنده حق. ده لو واحد تاني كان قتلك يا عمي. بطل بخل بقى يا ابني. مش بخل يا ابني، في فرق بين البخل والحرص يا عمي. شعراء يا رفيع. الشعراء دي انت بايعها يا عمي ونبي خلينا ساكتين.